لا زال رئيس الجمهورية برهم صالح يبحث عن بديل للرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، يرضي طموح المحتجين المطالبين ببديل مستقل يولد من رحم المتظاهرين، على الرغم من أن الدستور العراقي وحسب المادة 81 منح رئيس الجمهورية الحق في ممارسة مهام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب، لحين تكليف مرشح آخر لتشكيل الحكومة وخلال 15 يوماً. أهالي الأنبار طالبوا الرئيس بسرعة التوصل إلى اسم بديل لرئيس الوزراء يرضي جميع الأطراف. نريده بعيدا عن الأحزاب، بعيدا عن المحاصصة، أي شخص يأتي سواء كان مسيحيا، يزيديا، كرديا، عربيا، سنيا، ولا نريد أن نحكي بهذه الطائفة. نريد مواطن نزيه يولد من رحم المتظاهرين حتى يلبي مطالب الناس. احنا نطالب يعني من رئيس البرلمان رئيس الجمهوريه يعني كافح خلينا نصبوا لهم واحد يعني رئيس وزراء اختار جميع الشعب اختار له مو الكتل يعني كافح عاد كافح هالمهزله اليوميه مشاكل يوميه لدينا واحد يصير رئيس الوزراء ويحل هاي المشاكل المتراكمه بداخل البلد يعني هاي صار لها فوق الشهرين التظاهرات هاي يعني لازم نلقى صورة حل يعني تالي يعني الى متى نضيع على هالوضعيه. الأنباريون طالبوا بسرعة الاختيار لبديل لا ينتمي لأي حزب والإذعان لمطالب المرجعية. سنة جديدة راح تجي ورئيس وزراء ماكو يعني نطالب يعني برئيس بالأعضاء نطالب يعني موازنة سنة جديدة ورئيس وزراء ماكو ما موجود لحد الآن ما ايش وقت يطلق الموازنة موازنة ما سنة جديدة 2020 يعني رئيس وزراء لحد الآن ما خالين والوجوه اللي شفناها ما اريد تغير يعني احنا اريد تغير بيها يعني يجب على السلطه الحاكمه سارع باختيار رئيس وزراء ليش لان هذا يولد ازمه بالعراق ويجب على السلطه الحاكمه لازم تسارع باختيار رئيس وزراء ليش لان وتختاره خارج يعني اطار الاحزاب الحاكمه لان الشعب هو مصدر السلطات والشعب هسه ظهر حتى يصير سلطته مثلا نقول منهوبه من عنده لازم هسه السلطه تحقق كلام المرجعيه الدينيه العليا في النجف وهي اختيار رئيس وزراء خارج عن الاحزاب خارج عن اراده الاحزاب. ويرى مراقبون ان الاوضاع في العراق تزداد تعقيدا ففي الوقت الذي يفاضل فيه البرلمان بين المرشحين لخلافة عبد المهدي فإن القوى الموجودة في السلطة متمسكة بأن يكون المرشح من قوائمها الرئيسية فيما يتمسك المتظاهرون بأن يكون المرشح من خارج هذه القوائم ووفقا لشروط تتعلق بالاستقلالية والنزاهة والقرارات الشجاعة بطرح دستور جديد ومحاسبة القتلة والفاسدين.